فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: فقوله في هذا الحديث ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، وكان قد سبق معنا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، فيما رواه مسلم والبخاري: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليري قدمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقوله في هذا الحديث ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو مركبة من ذلك أو بعضه، أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها، صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فقوله صلى الله عليه وسلم من جملة الأمور التي لا يجوز إحياؤها ولا يجوز الرجوع إليها الجاهلية. مبتغ في الإسلام سنة جاهلية، فالذين يريدون العود إلى أمور الجاهلية ويفتخرون بذلك ويقولون إن هذا من التراث ومن الحضارة، هؤلاء يدخلون في هذا الحديث. الواجب ترك الجاهلية وتناسيها والاعتزاز بالإسلام وبما جاء به الإسلام. نعم، وهذا يشمل كل جاهلية، سواء جاهلية الأميين أو جاهلية الأعاجم أو جاهلية أهل الكتاب، كل جاهلية، وما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الفترة من بعثة الرسل فهو الجاهلية. يراد بالجاهلية أهل الفترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: فإنها جميعها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها، فإن المعنى واحد. كون عرف الناس يخصص الجاهلية بما كان عليه العرب فقط، هذا جزء من الجاهلية. الجاهلية عامة للعالم كله، العرب والعجم وجميع أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.